يبنى على الطهر والعفاف والصدق والصفاء إنه النكاح ولكي يبرهن الزوج على صدقه فإنه يقدم لعروسه الصداق وهو المهر والمهر حق للزوجة على زوجها تكريما لها وتقديرا قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال القرطبي هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ويصح النكاح بغير تسميه المهر ويفرض للمراه في هذه الحاله مهر المثل وهو مهر من تساويها من قريباتها في التعليم والادب والجمال والسن ونحوه ولا حد لاقل المهر ولا لاكثره وكل ما يصح ان يكون ثمنا يصح ان يكون صداقه وعلى الاولياء تخفيف المهور وترك المغالاة التي كثيرا ما تؤدي إلى الشقاق وتعثر النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره ويصح تقديم المهر وتأخيره ويصح تقديم بعضه وتأخير بقيته ويحل المؤخر بالموت أو الطلاق ومن دخل بزوجته أو خلا بها خلوة صحيحة وجب لها المهر كاملاً واذا مات عنها ولو قبل الدخول وجب لها المهر وان طلقها قبل ذلك فلها نصف المهر الا ان تتنازل الزوجه وترجع له المهر كاملا او يتنازل الزوج ويتركه لها قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير